السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا كيف كانت ردة فعل مواطن من النيجر على كلام الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون على النيجر. تابعوا معنا هذا الفيديو. بالنسبة لوضع المستجد في الجارة النيجر، فالجزائر تؤكد تمسكها بالعودة إلى النظام الدستوري، وتدعو إلى توخي الحذر أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي لما له من عواقب خطيرة على أمن واستقرار النيجر والمنطقة.